من رأى هلال رمضان وشهد أنا رأيت الهلال هل يصوم؟ ورفضت شهادته، رفضت شهادته. مثلا الآن يوسف رأى هلال رمضان، قال راح حق القاضي قال أنا رأيت الهلال، قال وين رأيته؟ قال مكان الفلاني، قال صح. ساعة كم؟ قال الساعة الفلانية كذا. قال القاضي ها لا لا ما نقتنع فيك، ما نقتنع فيك زين. فرفض شهادته، رفض شهادته. فهنا قاضي رفض شهادته لماذا؟ هذا موضوع ثاني. هنتكلم الآن عن يوسف الآن، هل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ هل يتبع، هل يصوم مع الناس لأن القاضي رفض شهادته وبالتالي لم يعلن إعلان عام أنه دخل رمضان؟ فهل هو يصوم أو لا يصوم؟ الأظهر والعلم عندنا أنه يصوم كما اختاره شيخنا، وقال بعض أهل العلم واختار شيخ ابن تيمية أنه لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فهو تابع للناس، تابع للمجموعة الكبيرة، فقال لا يصوم. قال إن ردت شهادته فإنه لا يصوم. هذا إذا كان أخبر القاضي. لكن لو كان وحده في بر مثلا، مثل بعض أهل البادية مثلا رأى الهلال وصام، فهذا لا بأس عليه، أمر واضح جدا. لكن من ردت شهادته هل يصوم أو لا يصوم؟ الظاهر الله العلم أنه يصوم من باب الاحتياط. نعم.